بيّن الحكيم أن اللقاء ناقش شكل التحالفات المستقبلية التي ستنبثق منها الحكومة المقبلة، وأن تحالف سائرون والحكمة سينطلقان نحو القوى السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة قوية يقع على عاتقها بناء دولة مؤسسات رصينة. أن تنظر بجدية بالشكاوى والطعون التي تتقدم من القوائم وصولا إلى انتخابات يشعر فيها الجميع بالفرص المناسبة والملائمة. فيما يخص المرحلة القادمة، لا شك أن سائرون والحكمة تمثل كتلتين أساسيتين يمكن من خلالهما الانطلاق للتشاور الجاد مع الكتل الموجودة، مع القوائم الفائزة في العملية الانتخابية. تدارسنا ضرورة تشكيل حكومة قوية وطنية مستقلة في قرارها السياسي، معتمدة على الإرادة الوطنية الحرة العراقية، وأيضا بتوجه وطني عابر للمكونات ويمثل كل أبناء شعبنا العراقي بكل مكوناتهم. نريد أن نتجاوز الخنادق المذهبية والقومية وننطلق لتشكيل وبناء حكومة وطنية عراقية. أبوابنا مفتوحة معا لكل القوى السياسية والقوائم الفائزة.